وش الاوصال؟ شلون انضربت؟ والله كنا جايين من عمان، طفنا الجسر. ايه؟ بعد الجسر شفنا الشرطه، والشرطه هم مدنيين واقفين سياراتهم اربع لو خمس سادين الشارع، ما حد يقدر يطوف. وين واقفين؟ واقفين عند الجسر اللي هو اللي كنت على الهمل، يعني بعد ما طلعت من جسر السعوديه. ايه، بلش على البحرين، واقفين هنا خمسه، ما حد يقدر يطوف، قاعد يضربون واحد بسيارته. يعني انتم لما جيتون كان يضربون واحد في سيارته، وهذا طلع شرع دخل سيارته وطلع. جيت انا قال لي وقف، ما وقف، طخ بالسياره، جو وراي وحاول بالسياره. زين ليش ما وقفت؟ ما وقفت، شفتهم قاعد يضربون، لا شلون اوقف؟ زين حاوطوني ووقفت، ضربوني وصار نصر. ما سالوك ولا كلموك ولا شيء؟ ما سالوني. زين وين جاي؟ قلت لهم من عمان. نعمان على الضربوا. كم واحد هموم؟ تقريبا فوق العشرة. سياراتهم شنو؟ سياراتهم رنج روفر سودان. سودان. ولهجتهم جنسيتهم عرفتها؟ لهجتهم جنسيتهم حتى سعودية. سعودية. شو الإصابات اللي صارت؟ في حد ثاني وياك انصاب؟ رفيقك. اي اسمه ربع. لدافع. اسمك رضا؟ ها؟ انت اللي جاي من عمان؟ وين ضربوكم؟ جيتنا من البحرين. يعني بس دخلتوا من البحرين ضربوكم؟ ايه شوي قطعوا فيا، طلعت من السعودية دخلت من البحرين، هي الجسر هي. وياك صديقك مو؟ بس واحدة، بس واحدة تحت. لا أكيد، بس في ظهرك هاي انتين. طايف بالقرب من مركز شرطة الخميس. أيه. في سيارة سكسويل، وكان الطلق من نفس المركز، ضربوهم برصاص الشوزن. ضرب مفاجئ. هل هو تكلمهم اعترضهم قال لهم شيء؟ لا هو طايف ما يدري، يعني مار مرور الكرام، مار مرور الكرام على الشارع وما يدري، تفاجأوا بالطلق على سيارتهم. إن شاء الله أحسن الحين. طلق متعمد ومقصود لأي شخص مر في أي شارع. ما شاء الله. إصابة؟ شوي. وين؟ شتافي. شوزن؟ رصاصة بس. رصاص حي؟ أي منطقة؟ عالي. متى كان؟ عصر. عالي. هاي شنو في ده؟ شوزن العصر. ها؟ فاول بطة من الثاني لين الله ستر، لو مو هادي كان مش الخط اللي يبقى. ضربات شنو؟ الرصاصة. يعني طافت عليك؟ ايه، لان الخلقة واسعة شوي، لو شقتها ويروح طلع لعلك هذي شكل. اوكي بتشوفه. ضربة رصاص بعدها.